دوري هو معروف طبعا، احنا قبل كده اشتغلنا 5 اجزاء وده السادس. هو نفس الدور، اشرف اللي من الرجال الكبير قوي اللي هو طبعا يعتبر دراعه اليمين، فكل الحاجات اللي هو بيعوزها الكبير قوي بيطلبها مني او بنفذها له، فهو ده دوري اشرف في المسلسل الكبير. هو نفس الدور، ولكن ان شاء الله في الجزء السادس ان شاء الله هتشوفوا كوميديا اعلى كمان ان شاء الله. السنه دي في ممثله جديده جايه معانا اسمها رحمه احمد اللي عامل الدور مكان الفنانه الجميله الدنيا، فده وفي ابن الكبير قوي اللي هو العتره بقى راجل برضه، فبقى في مفارقات حلوه كتير يعني. كلهم حبايبي وكلهم انا بشتغل معاهم ما بحسش ان انا غريب عليهم، فهم كلهم بيهزروا معايا ويعرجوا معايا، فبحس ان انا عارفهم من زمان وهم عارفيني من زمان، فكلهم نجوم محترمين وبشتغل معاهم. الكلام عن فيلم ان شاء الله قريب وست كوم تاني مع الكبير، بس انا ما بحبش اقول يمكن تبقى كلام بدايات ممكن يحصل او ممكن ما يحصلش كده. انا راجل كنت سواق وكان عندي عربيه بتاعتي وبشتغل بيها اوبر بين المحافظات، وقلت لا انا مش حابب الحكايه يعني، فقلت انا اعمل مشروع ليا، مشروع كاوتش السيارات، وفعلا عملت الكلام دوت واشتغلت بايدي كتير. انا الكلام ده النهارده من 40 سنه واشتغلت بايدي كتير، وكنت بشتغل نقل واشتغل ملاك واشتغل كل انواع العربيات. وجيب موضوع التمثيل بقى زي كده زي ظرف ضحك في لعب، بدات عملت فيلم الاولاني فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه مع الفنان الجميل محمد النيلي ومع الاستاذ الجميل هاني رمزي، وكان طبعا الفنان هاني رمزي هو اللي خدني معاه. بعدها بقى توارد بقت الافلام، اشتغلت بتاع 40 فيلم في الفتره دي كلها، واشتغلت حوالي 7 8 10 مسلسلات في الفتره دي واعلانات وكلام من ده. فالموضوع برده ده ما اخدنيش من شغلي الاساسي، بقيت محافظ برده على شغلي الاساسي، وكنت باجي اصور واعمل اللي انا عندي في القاهره وارجع تاني على بلدي واباشر عامل اللي هو الكاوتش بتاع العربيات. الحمد لله رب العالمين. موضوع الاذيان ده هوت انا من حبي الحمد لله في ديني الحمد لله، وانا مسلم الحمد لله وبحب صلاتي وبحب بيوت ربنا، فربنا اكرمني ان قدام الشغل بتاعي مسجد وقدام البيت بتاعي مسجد، فالمسجد اللي انا كنت ادنت فيه كنت سبب في بنائه الحمد لله. انا كنت سبب، مش هقول لك انا اللي بنيت، لكن كنت سبب في بنائه. فانا بحب الله يرحمه الشيخ نصر الدين طوبار قوي، كان طبعا راجل بتاع الترشيح الدينيه، فانا بحبه جدا يعني، فانا كنت من معجبينه، وكنت في الوقت نفسه لما الجامع ده اتعمل انا بقيت المؤذن الرسمي بتاع المسجد يعني، وانا موجود انا المؤذن، وانا مش موجود فاي حد بيسد مكاني في الاذان. فاليوم ده انا ابن اخويا كان مسافر بره وجه وكان بيصلي معانا الجمعه، وفوجئ بالناس كلها بتقول يلا يا عم حسين يلا يا عم حسين اذن. فقمت ايه ابن اخويا بيقول يا اخويا هو عم هيعمل ايه؟ هو عم هيخطب الجمعه دي ايه الحكايه دي؟ وبص اللي جاني باذن وابهر من صوت الحمد لله في الاذان، فلقيته بيسجل لي الاذان وسجله ونزله على التواصل الاجتماعي من غير ما انا اعرف، ولقيته ما شاء الله اعجبت بيه الناس كلها. كل طبعا جمهوري حبيبي طبعا، وانا طبعا عايش بيهم وليهم، وطبعا لما كان جت حاله حد كان نشر علي ان انا توفيت يعني، والحمد لله الناس بقت ترد عليهم يعني، الناس بقت ترد عليهم، وطبعا اخذت كم هايل من الرحمات. الله اكبر، كل الناس كانت بتدعي لي دعوات جميله ربنا يجعلها من نصيب. انت ما زعلتش لما طلع عليك لما طلعت الاشاعه؟ اقول لك الحق ان انا قد ما قلت استغربت على الخبر يعني، على قد ما فرحت من كتر الناس اللي بتحبني. قدرت محبه الناس. الله 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 الله. انا طبعا ما كنتش اعرف ان كم الهائل من الناس سواء كان من مصر او من بره مصر كله بقى يعلق على البوست دوت، وفوجئت بكم هائل بحب الناس يعني. فعلى قد ما انا تعبت على قد ما انا فرحت ان شفت الحب ده كله من الناس يعني.